طيب رامي المشد مره تانية. مساء الخير يا رامي، هريتك كان سلامات يا رامي. معايا واحد بالفعل، ويمكن النهارده بالذات كان صمام امان لفريق النادي الاهلي، كابتن احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي. كابتن احمد، عايز في البدايه الثقه اللي كانت في ادائك النهارده في اداء لعيبه النادي الاهلي، قول لي كان ايه سبب؟ لا طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده كنا مركزين كلنا من قبل الماتش اللي احنا عايزين نطلع بنتيجه ايجابيه، واحنا كنا عايزين يعني نكسب، ما كناش عايزين ندافع، بس الحمد لله يعني 0-0 كانت كويسه، تريحنا في مباراه العوده ان شاء الله. والحمد لله كل اللعيبه كانت رجاله النهارده، ادينا بشكل كويس الحمد لله. كان الاخطاء قليله بشكل يعني كبير، الحمد لله كان الاخطاء قليله، والحمد لله ربنا كرمنا بالنتيجه يعني 0-0. عايزك تقول لي برضه وتعرف للساده المشاهدين اللي دار ما بين الشوطين، وخاصه ان انت في اول خمس او 10 دقائق حتى يمكن الجمهور ومشاهدي قناه الاهلي ومستمعي قناه الاهلي يعني النهارده كانوا مستمعين اكثر من مشاهدين، يعني كان في ضغط في اول خمس دقائق، ثلاث اربع كرات انت شايل كورتين، احمد شايل واحده، احمد بجمعه واحده، كان بيقول ايه مستر جوزين ما بين الشوطين وكابتن احمد النجم معاك؟ لا طبعا والله، يعني مستر مانو اللي بين الشوطين قال ان احنا بالشكل ده احنا كده مضغوطين جدا، واحنا كنا عايزين نهاجم مش عايزين ندافع. فبين الشوطين يعني كان بيتكلم اكتريه الكلام بتاعه اللي احنا عايزين نهاجم، والشوط الثاني الحمد لله نزلنا لعبنا كره على الارض، نفس الكلام اللي هو يعني اللي هو قاله لنا في بين الشوطين في المحاضره، لعبنا كره على الارض من الرجل، ننقل نلعب لقدام، نحاول نحط جون عشان يريحنا في مباراه العوده. فالحمد لله ده اللي حصل، بس ربنا ما قررش ان احنا نجيب جون. شكرا ليك يا كابتن احمد. شكرا ليك استاذ خالد توحيد وضيوفك الكرام، ان شاء الله عوده اخرى مع نجم ثاني بعد الحظوظ.